هذه العملية اللي كتشوفوا الآن المحجوزات والضبطيات ديالها هي الثالث من نوعها في سنتين فقط. كان العمل الأول اللي قامت به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إطار ما يعرف بعملية الداخلة بتنسيق مع الدرك الملكي والدرك البحري والبحرية الملكية، تم حز أكثر من طن و200 كيلو أو 300 كيلو. هذا كان في نوفمبر 2016. من بعد جات العملية النوعية الكبيرة ديال الحجز 2 طن و558 كيلو، اللي كان الطو دو كونسنتراسيون ديالها نسبة التركيز 93%، وهذه مسألة اللي هي كبيرة وكبيرة جدا، واللي كان تم حجز توقيف إطارها 10 ديال الأشخاص كما قلت لكم في أكتوبر 2017. الآن تأتي هذه العملية النوعية الثالثة اللي هي حجز طن و4 كيلوغرامات مخدر حشيش بالإضافة إلى وسائل لوجستيك كبيرة ومتطورة. هذه العملية هذه اللي كتشوفوا الأهمية ديالها ماشي غير في الضبطيات ولا المحجوزات، أيضا أنها كتكشف لنا على أن هناك تحول، وتحول كبير في جغرافية المخدرات على الصعيد الدولي. هناك تحول في مسارات التهريب على الصعيد الدولي انطلاقا من أمريكا اللاتينية في اتجاه أوروبا مرورا. الآن هذه العملية بغاو يراهنوا على السواحل الإقليمية الوطنية، ولكن الحمد لله فعاليات ويقظة الأجهزة الأمنية مكنات من إجهاض هذه العملية. أيضا تؤكد لنا مثل هذه العمليات على أن هناك تقاطعات عضوية ما بين شبكات الإجرام المنظم، سواء كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا، بالإضافة إلى الشبكات اللي كتنشط في الهجرة السرية أو الشبكات اللي كتنشط في ترويج المخدرات. لأن مثل هذا اللوجيستيك هذا كيوفروا شبكات ديال الهجرة السرية، كيوفروا شبكات ديال التجارة في المخدرات، حتى المسارات أحيانا المسارات البرية كيحاولوا يعتمدوا على المسارات اللي كتعتمدها شبكات المخدرات. ولكن كما قلت لكم بأن مثل هاد الشبكات لا يمكن تحييد مخاطرها إلا بفضل استراتيجية أمنية محكمة على الصعيد الوطني، تقوم على تبادل المعلومات، تنسيق الجهود ما بين المصالح الأمنية المغربية، وأيضا من خلال تعزيز آلية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام. تاريخ 8/12/2018 تم إيقاف 3 أشخاص داخل شاحنة محملة بنقل الخضار. أثناء التفتيش ديال هذه الشاحنة تم العثور على ما وزنه طن و4 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وتم حجز زوارقين مطاطيين وآلات وأدوات تستعمل في الإبحار. البحث بين بأن هذه الشحنة ديال المخدرات كانت قادمة من السواحل المقابلة لغابة بنعيم، حيث تم إخراجها بواسطة زوارقين مطاطيين وتم وضعها بالساحل، وتم بعد ذلك شحنها داخل هذه الشاحنة المخصصة لنقل البضائع والتوجه نحو مدينة طنجة. وفي الطريق على مستوى محطة البنزين ديال الإفريقية المتواجدة بالطريق السيار بين مدينة جديدة والدربيضة تم إيقاف هذه الشاحنة، وتم إيقاف 3 أشخاص من المشتبه بهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.